هاي دير ستودنتس، نايس تو ميت يو. أعزائي الطلبة، نحييكم في درس جديد من دروس القواعد. درسنا لهذا اليوم حول موضوع conditional، إذا الشرط تستخدم لغرض بيان احتمال أو عدم احتمال حدوث الشيء نتيجة حدوث الفعل. تتكون إذا الشرط من عبارتين، العبارة الأولى عبارة إذا أو عبارة إف وتسمى فعل الشرط، والعبارة الثانية عبارة جواب الشرط، ويمكن تقديم إحداهما على الأخرى مع مراعاة وجود الفارزة لتفصل بين عبارة الشرط والعبارة الرئيسية. وفي حالة وجود عبارة الشرط في البداية وفي حالة وجود العبارة الرئيسية في بداية الجملة تحذف الفارزة. يعني عبارة الشرط إذا كانت بداية الجملة نفصل بين الجملتين بعبارة بفارزة، لكن إذا كانت عبارة الشرط في المرتبة الثانية من الجملة نحذف الفارزة، لأن تكون الإف هي تربط بين الجملتين. إحنا أخذنا في الدرس السابق zero conditional، الحالة الصفرية، لأن إف الشرطية أربع حالات: الحالة الصفرية zero conditional، وحالة الأولى first conditional، والحالة الثانية second conditional، والحالة الثالثة third conditional. اليوم درسنا حول ال first conditional، الحالة الأولى. وإحنا ذكرنا بأنه يعني جملة الشرط تكون من زمنين فقط. في حالة zero conditional تكون من زمن واحد present simple، لكن first conditional الحالة الأولى تكون من زمنين، زمن present simple وزمن future. وإحنا بالدروس السابق خذنا بالتفصيل على present simple والfuture simple. راح نراجع present simple بصورة سريعة، وكذلك أيضا future simple. present simple المضارع البسيط تكون بجملة المثبتة. إذا عدي هي شيء، إذا عدي I we you they اسم جمع، أستخدم الفعل verb مجرد من إضافة. الفعل يكون مجرد من إضافة، لكن إذا عندي هي شيء اسم مفرد الverb الفعل يأخذ S الشخص الثالث زائد التكملة. في حالة النيجاتيف النفي، إذا عدي I we you they اسم جمع، أستخدم الأداة don't. وإذا عدي هي شيء اسم مفرد، أستخدم الأداة doesn't. وذن أوضعهن أحدهن يوضعن قبل الفعل، والفعل يرجع مجرد، يعني إذا بي حتى إس ترجع كما كانت، يعني يرجع مجرد يعني أنفينيتيف مصدر زائد تكملة الجملة. إذا عدي السؤال يس نو كويستشن، أخلي أداة داز. إذا عدي الفاعل هي شي اسم مفرد، والأداة دو إذا عدي الفاعل أي وي يو ذي اسم جمع، زائد الفاعل زائد الفعل يكون مجرد زائد تكملة وعلامة استفهام. إذا عدي السؤال WH question أستخدم does. إذا عدي subject he she it اسم مفرد، وأستخدم الأداة do. إذا عدي subject I we they اسم جمع، زائد verb مجرد زائد تكملة وعلامة استفهام. عندنا إذا استخدمنا أدوات الكينونة أو أفعال الكينونة ما في زمن present simple مع الهي والشي والإت والاسم مفرد، تأخذ is. الآي تأخذ عام، الوي واليو والذي تأخذ are. هذا إذا نستخدم أفعال كينونة كأفعال رئيسية. عندنا مراجعة سريعة للفيوتشر سمبل. الفيوتشر سمبل المستقبل البسيط، الأداة will. أي فاعل من أي فاعل أو أي ضمير يأخذ will زائد الفيرب يكون مجرد. حالة الإثبات النفي will تصير will not أو won't زائد الفيرب يكون مجرد والتكملة. إذا عندي سؤال yes no question، أخلي الول بالبداية الجملة زائدا السبجكت الفاعل زائدا الفيرب مجرد والتكمله وعلامه استفهام. اذا عندي سؤال دبليو اتش كويستشن، اداه الدبليو اتش بالبدايه زائدا الول زائدا السبجكت الفاعل زائدا الفيرب مجرد والتكمله وعلامه الاستفهام. بعد ما عملنا مراجعه بسيطه لزمني البريزنت سمبل والفيوتشر سمبل، ننتقل الى شرح حاله الفيرست كونديشنال المضارع، حاله في الشرطية، الحالة الفيرست، الحالة الأولى نسميها المحتمل، الشرط الأول. هنا إف عبارة الإف تكون بالبريزنت سمبل، والعبارة الثانية الرئيسية راح تكون باستخدام الول أو نسميها المستقبل البسيط زائد الفيرب يكون مجرد زائد التكملة. مثال: If it is sunny tomorrow، إذا هي sunny tomorrow يعني مش مساء يوم غدا، I will wear my sunny glasses. أنا سوف ألبس نظاراتي الشمسية. يعني هذا محتمل، مو قاعدة علمية ولا حقيقة ثابتة، احتمالية. If
المثال الآخر if I do really well إذا عملت جيدا in the exam في الامتحان I will get high marks سوف أحصل على درجات جيدة. لاحظ عبارة الإف هنا بدأت بداية الجملة ففصلنا بين الجملتين بالفارزة هنا هاي الفارزة هنا أيضا هنا فارزة لكن هنا هاي الجملة شو لاحظ هاي الجملة I will not be late again أنا سوف لن أتأخر مرة أخرى if I get up early إذا أنا استيقظت مبكرا هنا عبارة الإف جت بالمرتبة الثانية بالجملة فشلنا الفارزة وحلت محلها أداة الربط إف هنا كسؤال what will happen ماذا سوف يحصل if you come إذا أنت أتيت late متأخرا to school إلى المدرسة هذا يعني سؤال على شكل حالة في الشرطية نجي للأمثلة أو الأسئلة حول هذا الموضوع يعني عندنا أنماط متعددة من الأسئلة number one if my plane not leave on time I'll miss my connection this afternoon. إذا طائرتي not leave لا تغادر on time في نفس الوقت. I'll miss my connection. سوف أفقد يعني موعدي this afternoon أو تواصلي هذا الظهر. Correct صحيح. طبعا هنا العبارتين الموجودات بعبارة في الشرطية هو من يقول لك correct. طبعا راح تعرف تروح تشوف الجملة. من تشوف بها إف إذن هو يريد من عندك جملة أحد تصحح الجملة حسب حالات الشرطية الموجودة الأربعة فالخطوة الأولى أنت لازم تعرف أي حالة شرطية أنت راح تشتغل عليها فنجي للمجهول هنا المجهول ما يعني احتمال ما نعرف من عدة زمن الجملة لكن نروح للمعلوم الموجود أو الـ يعني المحلول الجزء المحلول من الجملة فنجي للجزء المحلول من الجملة بها I will I'll يعني هنا استقبل بسيط فيا أحد حالات الإف بها العبارة الرئيسية مستقبل بسيط باستخدام الول طبعا الحالة الشرطية الأولى إذن راح يكون العبارة الأولى بزمن present simple نجي هسه عرفنا يا حالة شرطية راح نشتغل على present simple فمن نجي نشتغل على present simple نروح للقوس نشوف شكو بي نشوف not leave يعني عندنا نفي هاي الخطوة الثانية فهنا عندنا أداتين للنفي doesn't و don't يا هي نستخدمها مع deny من خلال الفاعل الموجود قبل الفراغ فالفاعل هنا الموجود قبل الفراغ هو طائرة واحدة يعني مفرد فصير if my plane doesn't leave نستخدم أداة doesn't leave لم تغادر on time في نفس الوقت I will miss my connection this afternoon سوف أفقد موعدي هذا الظهر عندنا هنا مرات يستخدمون مكان if Alice وكلمة Alice هي بديل عن الاف فمن تشوفها بالامتحان ايضا هو يقصد احد حالات الاف الشرطية فAlice ما لم he makes a big effort ما لم هو يعمل او يصنع big effort جهود كبيرة او جهد كبير this term في هذا الفصل الدراسي he not get through هو لن يستطيع الدخول the end of year exam في الامتحان نهاية السنة فهنا أيضا هنا correct يقول لك صحح فهنا قلنا من نشوف أليس رأسا نعرفها بأنه هاي بديل للإف نعرفها حالات في الشرطية هاي الخطوة الأولى الخطوة الثانية نشوف أي حالة من حالات الشرط نشتغل فنروح للجزء المجهول هنا ما نتعرف على الجملة من خلاله نروح للجزء المعلوم للجزء المحلول يعني من الجملة unless he makes a big effort ها قدرنا احنا من خلال الجزء المحلول عرفنا انه من خلال فعل makes عرفنا انه هذا يعني present simple مضارع بسيط اذا العبارة الثانية راح تكون باستخدام عرفنا حالة الشرطية الاولى فاذا العبارة الثانية راح تكون نستخدم بها will هاي وحدة زين هنا يقول not get through إذن يريد معدك نفي فالولث لازم تصير will not فهنا unless he makes a big effort this term he will not or won't get through the end of year exam هذا بالنسبة لحل الجملة بهالشكل هذا الحالة الثانية أو الحالة الثالثة السؤال الثالث if she not apply for school scholarship
إذا هو لم تخصص له منحة دراسية هنا of course she won't get one اللي هو لا يحصل على واحد. هنا يصير الجملة أيضا يقول لك put the verb in the correct order أو correct صحح. من نريد نصحح لازم نعرف أنها عبارة الإف. الشغلة الثانية أيضا مو رأسا نحب نعرفها نشوفها بها حالة من حالات الإف الشرطية. فنروح للجزء المحلول من الجملة اللي هو نلقي بي won't يعني will not. إذا رأسا نستكشف بأنه هاي الحالة الشرطية الأولى اللي ينبيها will. فأيضا راح يكون الجزء المجهول هو بزمن البريزنت سمبل المضارع البسيط. أيضا نروح مو رأسا هنا نحل أيضا نشوف الجملة هنا not apply يعني يريد عندنا حالة نفي بزمن البريزنت سمبل. فحالة نفي عندنا بالبريزنت سمبل لو نستخدم doesn't لو don't. فنش نستخدم نستخدم doesn't لأن she تأخذ doesn't. If she doesn't apply for a scholarship of course she won't get one. 4. If the traffic isn't too heavy إذا كانت حركة المرور ليست ثقيلة وليست مزدحمة I be at the airport سأكون في المطار at 12:30 correct the form of the verb يعني صحح شكل الفعل. أيضا نفس خطوات الحل اللي اتخذناها في باقي الأمثلة وباقي الأسئلة نروح أول شيء نتعرف على حال أنه الجملة هي جملة إف الشرط بس يا حالة من حالات الإف. نروح للجزء المحلول من الجملة اللي نلقيه هو الإزنت نلقي به. إذن هذا يعني عبارة الإف تأخذ مضارع مضارع بسيط أم سوري. إذن هنا العبارة الثانية راح تكون بزمن الفيوتشر باستخدام الويل. فهنا يريد معدنا استخدمنا ويل لكن بعد الويل الفعل المجرد المطينا هو بي يعني نريد معنا أحد أفعال البي اللي يتناسب مع الويل. فالويل يأخذ فعل مجرد فتصير جملة بالشكل التالي if the traffic isn't too heavy إذا حركة المرور ليست إذا حركة المرور ليست ثقيلة ومزدحمة I'll be هنا تستخدمها نفس الفعل الموجود الكينون اللي هي أساسا الولتا فعل مجرد ف I'll not I'll be أنا سأكون at the airport سأكون في المطار at 12:30 في الساعة 12:00. وهنا عندنا ملاحظة تقول unless يساوي not يعني unless تساوي if. هاي ملاحظة الطالب لازم ينتبه لها. هذا كل ما موجود درسنا لهذا اليوم أعزائي الطلبة. Meet you next time.